هذا واتفق صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ومعالي الجنرال براية تشان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلاند الصديقة على زيادة أفاق التعاون الاقتصادي والتجاري ومضاعفة حجم التعاون الاستثماري، واتفقا على تنمية المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين وتعزيز التعاون في المجالات كافة. وتم تكليف وزير خارجية البلدين بمتابعة ذلك من خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وتكليف الوزراء المعنيين بتفعيل العمل بالاتفاقيات النافذة ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي يصل مجموعها إلى 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم. عقدت جلسة المباحثات الرسمية بين الجانبين، البحريني برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر والتايلندي برئاسة رئيس وزراء مملكة تايلاند الصديقة. وشغل تفعيل التعاون الثنائي اقتصاديا وتجاريا واستثماريا، وما من شأنه تنمية المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة التي تعزز علاقات الصداقة والتعاون، الجزء الأكبر من جلسة المباحثات التي تم خلالها مناقشة آلية تفعيل الاتفاقيات بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند في المجالات المختلفة، وبخاصة ما يتعلق بالدفع قدما بالتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وتعظيم الاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها كل دولة منهما لتعزيز وإثراء تجربة البلدين في مختلف مجالات التنمية. ونوه الجانبان بأهمية الاجتماع في دعم العلاقات الثنائية والسعي إلى تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. كما تم خلال جلسة المباحثات تبادل وجهات النظر حول آليات تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة، وتم استعراض الفرص المتاحة لدى كل جانب والتسهيلات والخدمات التي تعزز وتدعم التعاون المشترك في تلك المجالات. وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أن العلاقة بين البحرين وتايلاند علاقة نموذجية ويحتذى بها وتزدهر يوما بعد اليوم، وذلك بفضل الرغبة الصادقة بين الجانبين لتطويرها وتنميتها. لافتا سموه إلى أن مملكة البحرين تعتبر تايلاند دولة صديقة طموحها غير محدود الأفق للارتقاء بالتعاون معها في شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة. معالي الجنرال براية تشان أوتشا الموقر رئيس وزراء مملكة تايلاند الصديقة، يسعدنا الترحيب بمعاليكم والوفد المرافق، ونعرف عن بادئ سرورنا بهذه الزيارة التي نتطلع أن تسهموا في تعزيز العلاقات والترابط بين بلدينا وشعبينا الصديقين. ونؤكد حرص مملكة البحرين على تطوير التعاون في مختلف الأصعدة، وسعينا الدائم للتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. نتطلع إلى دوام التقدم والازدهار لبلدينا، متمنين لكم طيب الإقامة في مملكة البحرين. وقد أعرب معالي رئيس وزراء مملكة تايلاند عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي قوبل بها والوفد المرافق من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند، معربا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يقدمه سموه من إسناد ودعم لتعزيز العلاقات التايلندية الخليجية. كما أعرب عن إعجابه بمظاهر النهضة والتطور التي تشهدها مملكة البحرين والتي تعكس صحة النهج التنموي الحكومي، منوها بما وجده من دعم من مملكة البحرين لاستضافة تايلاند الاجتماع الوزاري الخليجي الآسيوي خلال هذا العام، ومبادرتها باستضافة اجتماع أمناء التعاون الآسيوي في البحرين خلال هذا العام.
وبحضور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومعالي رئيس وزراء مملكة تايلاند، وقع الجانبان على بروتوكول تعديل بعض مواد اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلاند، حيث وقعه من الجانب البحريني معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية ونظيره التايلاندي. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمملكة البحرين ووزارة الزراعة والتعاونيات بمملكة تايلاند بشأن التعاون في المجال الزراعي، وقد وقعها عن الجانب البحريني سعادة السيد عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وعن الجانب التايلندي وزير الزراعة والتعاونيات. كذلك تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين جامعة البحرين وجامعة الأمير سونغيلا بمملكة تايلاند، وقد وقعها عن الجانب البحريني سعادة الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين، وعن الجانب التايلندي رئيس جامعة الأمير سونغيلا. وقد أقام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مأدبة غداء تكريما لمعالي رئيس وزراء مملكة تايلاند والوفد المرافق له، حضرها عدد من كبار المسؤولين بالمملكة.